يا صباح الفل والورد والياسمين على اجدع ناس المصريين. يوم جميل باذن الله، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الصحه والستر ويجعل نهارنا نادي بعون الله. عايزين نبتدي يومنا كده بابتسامه، ونقابل الناس في الشارع نقول لهم السلام عليكم واحنا بنضحك. ابتسامه جميله صدقه، وبتبقى تفتح حاجات كتير جدا. ممكن تبقى انت زعلان مع حد، بس مجرد الابتسامه الصبح دي تلاقي الدنيا دابت او دوبت الجليد اللي بينك وبينه. من الحاجات الجميله برضو ان احنا نحب نتكلم عنها، زي ما قلت لك كل مره هقول لكم معلومه عن تربيه الحمام. بما ان انا بموت في الحمام وبحبه جدا وبربي، عايز بس ادي شويه يعني زي ملحوظات كده للناس اللي بتربي. اهم حاجه عايزين نقول ان احنا لازم ننظف كويس جدا يوميا، لازم التهويه تبقى جيده، ولازم ان انا اقفل اي نوع من انواع تيارات الهواء، لان احنا داخلين الفتره اللي جايه على تيارات هواء، ودي بتاذي الطائر ده بشكل كبير، خصوصا الطيور الثانيه كمان، لكن احنا مركزين شويه في الحمام. من اهم الحاجات الثانيه ان حضرتك تركز على المواد الطبيعيه، وتبعد عن ان انت تقعد تدي ادويه على يعني والانتيبيوتكس بالطول وبالعرض، وكل شويه تفتكر تحط حاجه، مفيش الكلام ده خالص. اعتمد الحاجات الطبيعيه للحمام، وهو بيطير اصلا بره لو هو طاير بيجيبها من الارض، حاجه اسمها التمليح اللي هي الطين الارضيه بتاعتنا، الرمله، الحجر الجيري بتكسره، الطوب الاحمر بتكسره، اللي هو يعني الفرد او الحمام لما بيطير بيلاقيه او بيجيبه من الطبيعه. حاول توفر له الحاجات دي لو كنت حابس او ما بتطيرش. من الحاجات المهمه جدا انك ما تحطش زي ما قلت لك ادويه من غير اي داعي. لازم دكتور يشوف المرض لو في مرض لا قدر الله، وهو اللي يديك الادويه المفروضه للفرد العيان مثلا. طبعا عزل اي مريض بشكل كبير، في جدري وفي تنفسي وفي سالمونيلا وفي امراض كتير جدا بعد الفتره اللي فاتت دي، يعني يمكن ال 10 15 20 سنه اللي فاتت دي، بعد ما ابتدت الناس تجيب حمام او تنقل الطيور من مكان لمكان او تجيب من بره، فالحاجات دي بتيجي بامراضها. ممكن اللي عندك ما يبقاش عنده مناعه عاليه، او هو ما عندوش مناعه عاليه فبيكتسب الامراض ديت من عندك، او يجيب لك مرض وهو نائل وهو مش شايل اصلا. فعايزين اي حد يجيب اي طائر يحطه يحجزه لوحده في الاول لمده 10 15 يوم، يراقبه، ما يديلوش اي ادويه لغايه لما يشوف. لو اديت له ادويه وانت يعني بقى كويس، ما هو حامل المرض ده، فحضرتك تسيبه خالص وتراقبه لمده 10 15 يوم، لما تحس ان هو طبيعي وكويس مفيش اي حاجه تقدر تضمه للسر. احنا قلنا كل مره هنقول معلومه، كفايه كده النهارده، وخلونا نخش في فقراتنا. النهارده عندنا فقره مهمه جدا. ليه فقره مهمه جدا؟ ان احنا بنبتدي من تحت من الاطفال، عايزين نطلع جيل قوي، جيل يقدر يقود، يبقى قائد كبير عظيم، عنده فكر، عنده وعي، عنده مش حافظ بس حافظ وفاهم. هيبقى معانا ضيفتنا الكريمه دكتوره شيماء احمد، استشاري نفسي وتربوي، وهنتكلم اكتر عن هذا الموضوع ونستفيد من خبرتها في هذا المجال. ويا رب ان شاء الله كل اولياء الامور يكونوا قاعدين والضبوا الفطار والشاي وكده، وقعدوا قدامنا في الفقره دي مهمه جدا. الفقره الثانيه هنروح شويه رياضه. احنا عارفين ان احنا بنستعد لكاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه الشهر الجاي باذن الله، خلاص هانت. عملنا كاس الامم الافريقيه على اعلى مستوى في الفترة اللي فاتت للكبار، النهارده هنتكلم على تحت 23 سنة، ما تقلش أهمية خالص عن الكبار. رسائل كتيرة جدا ممكن تطلع من البطولة دي زي البطولة اللي فاتت. مش هقعد أقول لكم بقى الأمن والأمان والكلام ده، إحنا عندنا أمن وأمان بفضل الله الحمد لله، مش الكلام. أنا عايز أقول لكم إن إحنا قادرين إن إحنا نعمل بطولات كتير، ونعمل بطولات على أعلى مستوى. شفتوا حفل الإفتتاح والختام كان عاملين إزاي؟ شفت الأورجنايزيشن والتنظيم كان عامل إزاي؟ ما كانش فيه غلطة الحمد لله بفضل الله. اللي جاي كمان احلى، لان احنا بنكتسب خبرات كل مره. فالبطوله دي باذن الله هتبقى رساله للعالم كله، ويكفي ان كل نجم من النجوم دولت لما ياخد صوره سيلفي ليه في مكان في مصر، تطلع وراه لوجو مصر جميله، ولا يطلع وراه الهرم، ولا يطلع معاه اي حاجه دي، ويطلع الفولورز بتوعه يتفرجوا على الحاجات دي ويعملوا شير، او ما يعملوش شير لمجرد ان هو شاف. لو كل نجم بس 10 من الفولورز بتوعه شافوا، يبقى التارجت حلو جدا، بيخدم السياحه وبيخدم الاقتصاد، بيخدم حاجات كتير جدا. فالبطولات دي مهمه جدا. هيكون ضيفتي الكريمه فاطمه التابع، الكاتبه الصحفيه والناقده الرياضيه، هتتكلم معانا عن استعدادات الفرق واهميه هذه البطولات، وازاي نقدر نستفيد من البطولات دي عشان نقوي اكتر السياحه وندعمها والاقتصاد المصري. دي ان شاء الله هتبقى فقراتنا. هنطلع فاصل سريع مشاهدينا الكرام، ونبتدي على طول بكيف نبني طفلا قائدا مع ضيفتي الكريمه دكتور شيماء احمد. فاصل سريع. إن دور قوات الدفاع الجوي المصري هو التصدي لأي هجوم أو عدوان يقع على أرض مصر، وبالفعل فقد قام رجال الدفاع الجوي بتحقيق ملحمة في الصمود والتحدي والبطولة والفداء.
في اليوم الأول للقتال في 6 أكتوبر عام 1973 هاجم العدو الإسرائيلي القوات المصرية القائمة بالعبور وتصدت لها وحدات الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات، ونجحت في إسقاط أكثر من 25 طائرة بالإضافة إلى إصابة أعداد أخرى وأسر عدد من الطيارين. وفي صباح يوم 7 أكتوبر عام 1973 قام العدو بتنفيذ هجمات جوية على القوات الجوية والمطارات المتقدمة وكتائب الرادار، ولكنها لم تجني سوى الفشل ومزيد من الخسائر في الطائرات والطيارين. وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الحرب فقد العدو الإسرائيلي أكثر من ثلث طائراته وأكفأ طياريه. لقد كانت الملحمة الكبرى لقوات الدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر المجيدة. We'll be right back.